كويس على طول هنضمه على طول، احنا مش هنستنى. وفكره ان احنا زي ما بقولوا ان احنا ندور على الفلوس، مش هو ده، مش هو ده على فكره، ده سؤال التاني، مش هو ده هدفنا. كابتن الخطيب قال حسب كلامك، كرر وقال ثلاث سطور تحت كلمه فني، فني الاكاديميه دي البعد الفني فيها اهم حاجه، صحيح، وكمان لها بعد استثماري ومالي وبينمي موارد النادي، صحيح، بس هو مش نمره واحد. مش نمره واحد، لا خالص، نمره واحد او الرقم الاولويه القصوى للجانب الفني. النادي الاهلي يعني انا يعني لو مايلنا على حاجه هتجيب الفلوس بتاعتها الاكاديميه، مش هي ان الفني ده المميز اللي بيجيب الفلوس خلاص. انا لو انا طلعت ولدين ثلاثه من الاكاديميه راحوا، انا يبقى استفدت بكل الفلوس اللي بيجي لي في الاكاديميه. أكيد. فهو ده كان هدف الكابتن خطيب. طيب زياره كابتن محمود الخطيب للاكاديميه بالامس، اهم الحوارات اللي دارت وانطباعات الكابتن الخطيب والمسؤولين في النادي اللي بيتابعوا بشكل عام وبيزوروا بيعملوا زيارات ميدانيه لفروع الاكاديميه. انا عايز اقول لك حاجه بقى مفاجاه ما حدش يعرفها. الكابتن الخطيب عنده تفاصيل الاكاديميه. كابتن خطيب ما بيسيبش حاجه عن الاكاديميه الا ما بيعرفها. هو عنده اهتمام مش طبيعي بالاكاديميه، ان هو يبقى كل حاجه موجوده عنده، بيعرف، سايب لي مطلق الحريه في ان انا اختار الناس اللي اشتغل معايا، ان اسلوب الشغل، طريقه التعامل، كل الكلام ده ما بيدخلش فيه. لكن متابع ادق التفاصيل، متابع على طول انا يعني. وانا كمان حابب ان انا ابقى يعني اتواصل مع الكابتن دايما، ويعني مبشبت هو الكابتن يعني بصراحه زي ما بيقولوا الترابيزه بتاعته مفتوحه على طول الوقت، يعني عايز يسمع وبعدين ما بيسمعش ان هو خد المعلومه، لا يعني انت هو بيسمع والمعلومه ليها اضافه وانت ويناقشك فيها ويقول مقترحاته عشان توصلوا لافضل نتائج. نقاش في كل تفصيله، لانه بصراحه هو عنده اهتمام بالمكان ده كويس قوي، وعارف قيمته كويس جدا، ودايما اهتمامه ان هو احسن حاجه تروح للاكاديميه. انا متلما ما فيش طلب، انا في تفاصيل صغيره مش هينفع اقولها يعني، بس هو يعني لازم نعمل كده، ولازم الناس تبقى احسن خدمه. لا عايزين نسمع واحده بس من التفاصيل. ما هو المشاهد هيفكر في الكلام ده دلوقتي، هيقول انا عايز مثال. لا لا ما مش يعني مره حاجه اتفاجئت ان كابتن الخطيب عارفها عن الاكاديميه، ما كنتش تتخيل انه مركز في تفصيله زي دي. ما لا مش عايز اخش في الحاجات دي قوي، لان طب في حاجات تبقى يعني يعني خاصه بالسياسات العامه. في حاجه جوه الشغل، بس انا يعني الاهتمام، هقول حاجه صغيره كده، اهتمام بفرع مثلا الجيزه. الكابتن الخطيب بنفسه هو اللي كان يعني بيسعى ان احنا نروح في مكان احسن في الجيزه، وكان في لقاء مع سياده الوزير، وبنشوف اماكن كمان ان احنا نشوف مكان احسن. وصلتوا لده من الثلاث فروع اللي بتقول انها ان شاء الله هتبدا؟ شغالين في، بص احنا شغالين اذا المنتشرين في كل انحاء الجمهوريه، بنحاول ان احنا نوصل لكل مكان جوه جمهوريه مصر العربيه، وان احنا نشتغل بشكل احسن، وان احنا يبقى عندنا تطوير دايما، عندنا تطوير في البرامج التدريب. بس احنا بنطلب من الناس ان تصبر، تتأنى، ما تستعجلش على الولاد. طبعا انت يعني انت طول النوم طول اليوم طبعا الناس عايزه الاحسن، والطموح بتاع الناس ده حق مشروع على فكره. واحنا يعني ما عندناش اي غضاضه ان احنا نسمع الناس ونتكلم في اي تفاصيل، بس هي الفكره ان ساعات اولياء الامور بيوجهوا الاولاد غلط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جت في فتره، وهتلاقي كل اكاديميات مصر شغاله على حاجه اسمها البرايفت. البرايفت ده بتلاقي الولد بيبقى شغال، انا مش عايز اطول عليك، لا بس دي حاجه لازم كمان يبقى الناس تفهمها كويس قوي، اولياء الامور بشكل كويس، لان كل المراحل السنيه ليها شغل معين. ما ينفعش ان انا الولد اللي هو عنده 8 و9 سنين امرنه بشكل مختلف يعني، او اديله شغل بتاع كل مرحله، كل سن وله التدريبات.